الدم المصري اللي سال من اول 11 فبراير دم غالي جدا، بداية في المقطم وفي امبابة وفي احداث مزبيرو، مذبحة مزبيرو، وفي العباسية ومسرح البالون ومحمد محمود، واخيرا في القصر العيني. الحقيقة المجلس العسكري يتحمل مسؤولية كاملة، والامر اصبح اكبر من مجرد اعتذار ولا مجرد اعتبار هؤلاء مصابي ثورة او شهداء ثورة. الامر اكبر من كده بكتير، يجب انه يتحمل مسؤولية المجلس العسكري، يتحمل مسؤوليته سواء الجنائية او السياسية، لانه اللي اصدر القرار بتحريك المدرعات في مزبير، وهو اللي اصدر قرار باطلاق النيران في محمد محمود، هو اللي اصدر القرار بفض اعتصام القصر العيني بالقوة. حقيقة الامر يحتاج الى ان الشعب المصري ينتبه، لان ثورته تسرق، والمجلس العسكري بيحاول يرمم نظام الرئيس السابق بنفس الاليات وبنفس الاساليب وحتى بنفس الشخوص. يعني لما جاب لنا دكتور كمال الجنزوري هو نفس الشخوص يعني. فأتصور أنه مفيش أي نظام في الدنيا ولا أي رئيس في الدنيا استطاع أنه ينتصر على الشعب. دايما إرادة الشعب هي اللي بتفرض في النهاية، حتى وإن كان ليها ضحايا وإن كان ليها شهداء، إلا أنه كل شهيد برح في جنازة الشيخ عماد، الحقيقة ده شخص فاضل. أولا وجود شهداء زي الشيخ عماد وزي الدكتور علاء عبد الهادي بيضحط فكرة إنه اللي كانوا موجودين دول بلطجية. يعني للأسف الدكتور كمال الجنزوري بيقول دول شوية فوضويين وشوية يعني شبيه من البلطجية. هو الدكتور كمال الجنزوري مطلوب إنه يحترم تاريخه، يحترم نفسه، ولا يلوث تاريخه الناصع. احنا كنا نحترمه بشكل كبير جدا في فترة الرئيس السابق، كنا ننظر له بنظرة الرجل الذي قال لا، انما الان هو بيزيل هذا السجل الناصع بيديه. لما خرج وقال البيانات اللي الحقيقة مستفزة جدا، فالناس دي ضربت بالنار. الشيخ عماد واخد رصاصة، فده معناه انه هناك نار ضربت، ومش هنقبل بحكاية العفريتيات بتاع المندسين والكلام اللي ثبت كذبه. اتقال في فئة برضو مندسة نفس بس المرة دي الفيديوهات بتؤكد ان الفئة المندسة هي عسكريين، يعني موجودين بيضربوا هم والعسكريين وبيسحلوا هم والعسكريين. انا بس بتعجب من اخواتنا في الطيارات الدينية اللي هو الاسلام السياسي، احزاب الدينية اللي طالعة، حزب العدالة والحرية وحزب النور. يعني احنا بنتساءل، يعني امبابة كادت ان تحرق بسبب قصة مفتعلة لفتاة اسمها عبير، ولم يحرك احد ساكنه، وشيخ ازهري وعالم جليل بيضرب بالنار، وفتاة من اخواتنا المحجبات بتعرى وتسحل في الشارع، وشباب بيطلق عليه النيران، ومحدش بيتحرك. يعني اخواتنا في ائتلاف دعم المسلمين الجدد اللي كانوا زمان، يعني زمان من كام شهر بيوم الدنيا ما يقعدهاش عشان خاطر عايز اختي، وما فيش اي حاجة حصلت يعني تخليهم يحركوا تثير مشاعرهم من جهة كل الاحداث دي. ما شافوش البنت اختنا المحجبة اللي بتعرى في الشارع، ما شافوش
العالم الأزهر الجليل فضيلة الشيخ عماد عفت، وقد أطلق عليه النار. حقيقة احنا عندنا كذا علامة تعجب من جهة، مش من جهة الدكتور كمال الجنزوري ولا من جهة المجلس العسكري، معروف انه يعني مواقفهم، انما من جهة تحديدا حزبي الحرية والعدالة وحزب النور ومن يعملون او من يطلق عليهم تيار الإسلام السياسي. طب يعني من وجهة نظرك انت راجل سياسي قبل ان تكون يعني اب، يعني من مصلحة من الذي يدور في البلاد؟ لمصلحة النظام السابق. المجلس العسكري من يوم ما تولى وهو يحاول يعيد النظام السابق، قد يكون ليس بنفس الشخوص يعني، انما هو يريد إعادة النظام، ترميم النظام. هو يقود ثورة مضادة ضد ثورة الشعب المصري، وما انتبهناش في الفترة الأولى في الكم حدث الطائفي في الفترة الأولانية، إنما في أحداث مزبير وضحت جدا، تحريكه للمدرعات وصنع مذبحة، تحريك التلفزيون المصري لما حرك الشعب المصري على بعضه وطلب الناس ان هم ينزلوا عشان ينقذوا الجيش من الاقباط، وراهن على ان الشعب المصري شعب متشدد، ولكن الشعب المصري اثبت انه يعني منتبه جدا وفاهم جدا واعي جدا وما خرجش. انا اتصور انه الصوره واضحه، مفيش فئه مندس، احنا عندنا طرفين، الطرف هم ثورة 25 يناير والشعب المصري، والطرف الثاني هو المجلس العسكري اللي بيضرب في كل الأماكن دي، هو المجلس العسكري بيطلق النار، هو المجلس العسكري بدون أي مجاملات. طيب في كلام بيتسرب أو في الشارع بيقال إن هذه الأحداث الأخيرة عشان الإسلاميين يعني استحوذوا على الانتخابات، فتعليق حضرتك. يعني اذا كان الاسلاميين خدوا الانتخابات، انا موقف الاسلاميين بالنسبه لي موقف يعني اول مبادئ النبل، بعيدا عن مبادئ النبل الانساني، ان لما تشوف دم مصري بيسيل على الاقل تقول احتراما لهذا الدم، احنا نتقبل تأجيل الانتخابات ولو اسبوعين ثلاثة. انما للأسف تيار الإسلام السياسي والأحزاب وقف وقفة مخزية ومخجلة بإصرارهم على إجراء الانتخابات دي واحدة، وهم يعلمون ان إجراء الانتخابات هو المخرج الوحيد للمجلس العسكري. أن يفوز الإسلاميين في الانتخابات ما يفوزوا، يعني مسألة بالنسبة للشارع المصري ما تفرقش طالما الصندوق جابهم إذا لم يكن هناك تزوير. إنما من الواضح أن هناك اتفاق ما، وقالوا صفوت الدكتور صفوت حجازي على الهواء مباشرة في التلفزيون، قال إحنا يعني هن متقبلين أن ننال الحكم من المجلس العسكري في مقابل التغاضي عن الفساد اللي هو موجود فيه، قالها صراحة يعني موجودة. فإذا هناك في اتفاق ما بين الإسلاميين وما بين المجلس العسكري، هنديكم المجلس الشعب والأغلبية في مقابل أن تتغاضوا عن الفساد ولا تنزلوا الشارع. يعني يوجد فعلا الكلام دوت في الشارع اللي هو في تزاوج بين المجلس والإسلاميين أو في صفقات، هل الكلام ده يدل على ذلك؟ هو الحقيقة الأحداث هي اللي بتقول، احنا ما فيش واحد فيهم هيطلع يقول ده في كده، انما احنا بنشوف الأحداث، الأحداث بتقول انه في كده، الأحداث بتقول انه إجراء الانتخابات وسط هذا الانفلات ووسط حالة سفك الدماء للمصريين سواء في مزبير أو في محمد محمود، والإصرار ده أحداث محمد محمود يوم 18 والدماء والانتخابات كانت يوم 28 وأجريت الانتخابات. يعني في تجربة سابقة للإسلاميين أو الإخوان بالأخص في ثورة 52
وانقلب بعد ذلك النظام، فهل المتوقع يحدث ذلك؟ خلينا نقول ان ثورة 52 كانت البداية من عند الجيش مش من عند الشعب. اتصور ان الامر ده صعب، وانه يحدث انقلاب ما بين الطرفين، لان القصة واضحة. هما يعني المجلس العسكري نعم هو مش طمعان في السلطة، ده امر واضح للكل، ولكنه طمعان في التغاضي عن ان يحاكم على كل الجرائم اللي تمت، وعلى انه كان جزء من نظام الرئيس مبارك. ممكن يكون ده الاتفاق، انما الاهم من كده ان الشعب المصري منتبه، والشعب المصري شعب واعي وفاهم وعارف انه ثورته يجب ان تنجح، والاحداث اللي بتحصل دي كلها بتزوده قوة، والرصاص اللي بيطلق ده بيزودهم تماسك. وده اللي انا شفته، يعني انا زرت بعض في المستشفيات شايف كده، يعني انه ومبارح كنت في الجنازة بتاعت الشهيد الشيخ عماد، فانا شايف انه الشعب المصري مصر على تحقيق مطالب الثورة المصرية بدون تنازل. في حالة الاستحواذ على الإسلاميين على المجلس القادم، ماذا سيكون يعني رد الأقباط، وخاصة أن في بعض منهم أو يقال يعني أنهم بدأوا يهاجروا من مصر؟ هو الحقيقة في ناس كتير من المصريين بدأوا يهاجروا من مصر، مش بس الأقباط، يعني نسبة الهجرة عالية جدا، من لأن الناس شايفة أنه المستقبل مش واضح. يعني احنا بالنسبة لنا نجيد التعامل مع اي نظام موجود، واحنا قدمنا شهداء في عصر الرئيس مبارك، وقدمنا شهداء في عصر المجلس العسكري، وما عندناش مانع ان يزداد عدد الشهداء في عصر الاخوان المسلمين، مفيش مشكلة. يعني الاسلاميين او معظم الطائرات الاسلامية، خاصة احزاب وحزب النور وحزب العدالة والتنمية ولا الحرية والعدالة، دائما يقولون يعني ايه كلام يطمئنون فيه الاقباط وكلام من هذا القبيل، وحضرتك طبعا متابعه اكثر مني. القصه مش هينفع فيها الكلام، يعني انا لما اشوف الحزبين دول تحديدا في خيانه واضحه لشباب الثوره، واصرار واضح انكم تعملوا انتخابات رغم ان الدم المصري اللي سال في محمد محمود لسه مهديش والناس لسه تعبانه، وتعملوا الانتخابات، ده معناه انكم تخونون الناس اللي واقفين معاكم في الميدان. يعني الناس اللي حياتهم وحياتكم كنتوا مع بعض بتحطوها على ايديكم، كلكم حاطين رؤوسكم على ايديكم واقفين مع بعض، ان تخونوا هؤلاء يبقى مش ممكن. انا كانسان مسيحي او كده اثق فيك؟ ما هثق فيك ازاي اذا كنت انت اساسا خنت الناس اللي معاك في الميدان. هم يرددون ان العصور الماضيه في العصر الاسلامي يعني في مجده ان الحريات للاقباط كانت مكفوله، وبدليل عمرو بن العاص لما في قبط اشتكى، وهكذا القصه المعروفه. يعني المساله بالنسبه لنا كحقوق، المساله بتفرق. يعني احنا بالنسبة لنا ما بندورش على حقوقنا كمسيحيين، انا بدور على حقي كانسان مصري، وما عنديش استعداد ان اميز باي حال من الاحوال. الفترة بتاعت دخول عمرو بن العاص الى مصر فترة مختلفة، ناس جايين على الاقباط، فقدم لهم مجموعة من المميزات. انا مواطن، يعني ما عنديش حد جاي يحتلني، انت جاي تحكمني، اختارك الشارع عشان تحكمني، فما عنديش استعداد اتقبل منك الا تعاملني ان تعاملني كما تعامل عمرو بن العاص مع المصريين مع اثناء الفتح العربي. لا، مش هتقبل دي. انما انا مواطن، لو حطيت اي قانون يميزني حتى لو ايجابيا مش بس سلبيا هرفضه. يعني تميزني ايجابيا لي، انا عايز اتساوى معاك في الحقوق وتساوى في الواجبات. وجهة نظركم من وضع الدستور كيف يكون؟ يعني وجهة نظرنا انه
لجنة تأسيسية للدستور يجب أن تشتمل على كل أطياف الشعب المصري، مش ممكن يستأثر بها أغلبية البرلمان، لأنه الأغلبية دائما أبدا متغيرة، ممكن جدا المرة دي إسلاميين خدوا أغلبية، المرة الجاية ممكن حد تاني ياخد أغلبية. فالأغلبية ما ينفعش أنها تعمل دستور، الدستور ده حاجة لعشرات السنين، إنما الأغلبية البرلمانية. فالمفروض اللجنة التأسيسية تشمل كل أطياف المجتمع المصري ويقعدوا مع بعض، وفي نفس الوقت بدون استقطاب ديني. يعني شيء صعب جدا لما واحد يخش علشان يقول نعم 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 دي هتدخله الجنة، ونعم ولا هتدخله النار، الكلام ده يعني بدون استقطاب ديني، ده اللي احنا بنتمنى. وزي ما قلت حضرتك احنا كمسيحيين تعودنا، يعني احنا عشنا في عصر الرومان وتعودنا ألا نتنازل عن ثوابتنا وعن عقيدتنا وعن مساواتنا كمواطنين، وقدمنا شهداء بهذا الأمر. فما عندناش أي مشكلة في أي حد يحكم، يعني لأنه برضو مش هنتنازل عن ثوابتنا، ومش هنتنازل عن عقيدتنا، ومش هنتنازل عن مساواتنا كمواطنين مصريين. فيا أهلا بأي حد يجي يحكم، ما عندناش أي غضاضة في كده. يعني بالنسبة للحكم، يوجد مرشحين على للرئاسة الجمهورية المحتملين، حضرتك تعلمهم، مثل الدكتور محمد البرادعي، الشيخ حازم أبو إسماعيل، الدكتور محمد سليم العوا، الدكتور حمدين صباحي، وكثير يعني منهم. من وجهة نظركم الذي يعني يستحق إدارة مصر في الأيام القادمة؟ أنا أتصور أنه أنا شخصيا ما بدخلش نفسي في الانتخابات، ولا حتى في الانتخابات البرلمانية، ولا كان لي دور في اختيارات معينة، ونفس الأمر بالنسبة لمرشح الرئاسة. دي أمور الشباب الحقيقة هم اللي بيفكروا فيها وبيرتبوها وبياخدوا القرار أو بيشوفوا على حسب رؤيتهم. وإحنا احنا دورنا رعوي، دورنا ابوي في اطار كنسي، ما ملناش في المساله الاختيارات دي والكلام ده. من وجهه نظركم الدكتور عبد المنعم فتوح، ام العوا، ام البرادعي، ام حزم ابو اسماعيل، بسطويسي، كثير يعني. احنا جربنا نظام دخل البلد جوه جيبه، ما عندناش استعداد نتقبل نظام يدخل البلد جوه كنيسة أو جوه جامعة.